السلام عليكم. إحنا المحاضرة الماضية وقفنا عند موضوع بوبز إيكويشن، اللي اتفقنا الهدف منها من معرفة نسب الأكاسيد بقدر أحدد نسب الكومباوند. طيب خلينا نعمل هيك رفرش بسيط أو مراجعة بسيطة. إحنا حكينا في عنا إشي مفهوم رومكس، الخليط الخام، واتفقنا إنه هذا الرومكس بيتكون من أرجليشيوس ماتيريال مع مواد كلاكريس ماتيريال، مواد غضارية أو صلصالية مع مواد جيرية. اتفقنا أنه المواد الجيرية سواء كان عندي أنا جبت تشوك أو جبت لايمستون، فأنه المركب الكيميائي الأساسي فيها CaSO3، كربونات الكالسيوم. وإذا كان عندي مواد صلصالية أو أحجار صلصالية أو صخور صلصالية، عندنا الكلي وعندنا الشيل. الأكاسيد الأساسية اللي بتهمني هو أكسيد السيليكون وأكسيد الحديد وأكسيد الألمنيوم، فهاي الأكاسيد الثلاثة الأساسية. حكينا بعملية التسخين بالفرن الدوار صار عندي إشي ما يسمى بالكالسينيشن، التكليس، والمقصود فيه تفكك كربونات الكالسيوم إلى مركبتها الأساسية اللي هي أعطتني CaO بلس CO2، أعطتني أكسيد الكالسيوم وثاني أكسيد الكربون. أكسيد الكالسيوم هو اللي بيهمني، ثاني أكسيد الكربون غاز حينبعث، حيتحد مع الثلاث أكاسيد الموجودة بالكلي أو الشيل أو بالمادة الصلصالية، وحيعطيني 4 ميجر كومباوند، حيعطيني C3S، حيعطيني C2S، حيعطيني C3A، وحيعطيني C4AF. فبمعرفة نسب هاي الأكاسيد بقدر أحدد نسب الكومباوند من خلال بوكس إكويشن. واتفقت معكم إنه CaO اختصارها C بالبولد، وأكسيد السيليكون اختصارها S بالبولد، والFe2O3 اختصارها كابيتال F، والأكسيد الألمنيوم اختصاره A. فهاي الاختصارات، هاي المسميات نعتمدها من هون لآخر الفصل. حكينا كمان لازم نحفظ الصيغة الكيميائية، الاسم تراي كالسيوم سيليكيت، ثلاثيات سيليكات الكالسيوم، C3S بالاختصار، أو ثلاث جزيئات من أكسيد الكالسيوم، هي ثلاث جزيئات من أكسيد الكالسيوم مع جزيء واحد من أكسيد السيليكون. داي كالسيوم سيليكيت عنا جزيئين من أكسيد الكالسيوم، هي اثنين أكسيد الكالسيوم مع جزيء واحد من أكسيد السيليكون. تراي كالسيوم ألومنيت، تراي يعني ثلاثي، ثلاث جزيئات من أكسيد الكالسيوم زي ما إحنا شايفين حطيناها ثلاث، مع أكسيد ألمنيوم جزيء واحد، وتترا كالسيوم ألمنوفيريت رباعي ألمونات الحديد، عندي هنا أربع جزيئات من أكسيد الكالسيوم، جزيء ألمنيوم وجزيء أكسيد الحديد، جزيء أكسيد الألمنيوم وجزيء أكسيد الحديد، وتعرفنا على الإلات والبلات. طيب إحنا كمان بالمحاضرة الماضية حكينا بمعرفة نسب الأكاسيد قدرنا نحدد نسب الكومباوند من خلال بوكس إكويشن، وتعرفنا كمان على كل واحد من هاي الأكاسيد شو دوره بالأسمنت بالمحاضرة السابقة. اليوم كل شغلنا عن هاي الكومباوندز، هاي الأربع كومباوند المركبات الأساسية الموجودة عندي. فإذا إحنا عندنا أوكسايدز، صارت عندي كومباوندز من خلال إيش؟ لما حطيتها بالكلين على درجة حرارة 1500 سلسيوس. عرفنا الخصائص الأكسايد، اليوم بدنا نعرف هاي الكومباوندز الأربعة شو خصائصها وشو دورها بعملية تصنيع الأسمنت. طبعا كان عندنا هذا الجدول بفرجيني كل واحد من الفور كومباوندز كاسم، كفورميلا اسم، كصيغة كيميائية، اختصار، والنسبة من الوزن. إذا بلاحظ أكثر نسبة عندي C3S، تليها C2S، بعدين C3A، C4AF. ضاف لي الجبصم لأنه هذا بحكي لي عن كلينكر بعد إضافة الجبصم إله عشان أحصل على الإسمنت. فالجبصم إحنا حكينا هدف منه Control Setting Time، برضو الصيغة الكيميائية مطلوب تحفظوها اللي هي إيش؟ كبريتات الكالسيوم المائية، هاي حفظ كبريتات الكالسيوم المائية اللي حتتأين لأيون الكبريتات نتيجة وجودها مع الماء. والنسب أنا حكيت لكم احفظوا لي الترتيب، إنه أكثر إشي C3S، بعدين تلي C2S، بعدين C3A، بعدين C4AF، وأقل إشي حيكون عندنا الجبصم. طيب اليوم بدنا نشوف كل واحدة من هاي المركبات شو طريقة تفاعلها مع المي، شو خصائصها الكيميائية، وشو تأثير نسبتها من حيث الوزن على خصائص الإسمنت جميعها. طيب نيجي على الـ properties of cement compound، خصائص
مركبات الأسمنت. قبل لا نبلش فيهم، في عندي كذا تعريف بدنا نحكي. أول تعريف، في عندنا مفهوم الاسترس، والمقصود فيه بالعربي الإجهاد. الإجهاد هو عبارة عن اللود بير يونت اريا. بمعنى هو عبارة عن البي على الاريا. إذا كان عندي مثلا مكعب من الخرسانة، جيت طبقت عليه اكسيال لود قيمتها بي، هاي اللود جاي على مساحة. طبعا لازم تكون اللود معامدة للسطح، معامدة لوحدة المساحة أو المساحة. فبدي أحسب الإجهاد الناتج عن هذا الحمل، فبقسم البي على الأريا. إذا عوضت البي بوحدة نيوتن والأريا بوحدة المليمتر تربيع، تطلع معي الإجهاد بوحدة الميجا باسكال. طيب، كل ما أزيد قيمة هذا اللود، الإجهاد بيزداد، بضل أزيد الإجهاد بيزداد إلى حد ما المادة ما بتتحمل هذا اللود الموجود عندي. ليش ما بتتحمل؟ لأنه خلص أنا تجاوزت مقاومتها، واللي هو بنسميه السترينث. والمقصود بالسترينث هو ماكسيمم ستريس الماتيريال، لأن المادة، كل مادة بالدنيا لها مقاومة خاصة فيها، كان ويذستاند. أعلى إجهاد تتحمله المادة. طبعا أنا إيش ويذستاند كلمة واحدة بينت معي، أعلى إجهاد تحمل المادة. الستريس قاعد يزيد لنتيجة زيادة اللود، حظلها المادة متحملة هاي الأحمال اللي عليها، متحملة هاي الإجهادات اللي عليها، لحظة معينة حتنكسر. عند لحظة تنكسر معناته الستريس صار عندي أعلى أو يساوي السترينث. فالسترينث أعلى إجهاد تتحمله المادة. كل مادة بالدنيا لها مقاومة خاصة فيها، مقاومة الحديد تختلف عن الخرسانة، تختلف عن الإسمنت، تختلف عن الخشب، تختلف عن البلاستيك. طيب، برضو كمان من المفاهيم اللي حتتكرر معنا ولازم نكون عارفينها مفهوم يلد سترينث، المقاومة المبكرة، هاي تخص طبعا الكونكريت أو السمنت، واللونج تيرم سترينث، هاي المقاومة المبكرة، وهاي المقاومة على المدى الطويل، المدى الطويل أو البعيد نفس المهم. طيب، هاي التعريف بتهمنا. الإيرلي سترينث هي مقاومة الإسمنت لحد عمر 1 ويك من لحظة إضافة المياه للإسمنت أو للخرسانة، يعني من لحظة حدوث تفاعل إماها لحد عمر أسبوع. اللونج تيرم after 1 ويك، بعد ال 1 ويك وبتضلها تعد. فهذا بالنسبة لمفهوم الإيرلي سترينث واللونج تيرم. هذول المفاهيم لازم نكون حافظينهم عشان نقدر نميز لما نحكي عن long term, short term, strength, stress. C3S و C2S، احنا حكينا الكومباوند C3S, C2S, C3A و C4AF. اول شيء نحكي عن C3S و C2S. ليش شملناهم مع بعض؟ لانه الثنتين بتكونوا من اكسيد الكالسيوم مع أكسيد السيليكون، لكن النسبة مختلفة. الأولى فيها 3 جزيئات أكسيد الكالسيوم، الثانية فيها 2 أكسيد الكالسيوم. C3S C2S مجموع نسبتهم اثنين مع بعض لما أجمعهم من 80 إلى 85%، وإذا رجعنا للجدول حنلاحظ إنه في واحدة تقريبا 60% وفي واحدة تقريبا 20%، فحاصل جمعهم 80%. إذا الإسمنت بمجمله هو C3S و C2S، معناته خصائص الإسمنت تعتمد بشكل أساسي على C3S و C2S لأنهم أكبر نسبة عندي بالإسمنت. أول نقطة بتهمني أعرفها، Responsible for Strength Development in Hydrated Cement Base، مسؤول عن تطور المقاومة في عجينة الإسمنت المتميهة، يعني قدرة الإسمنت إنها تشيل لود، تشيل حمل جاي من وجود C3S و C2S. قدرتها على مقاومة الأحمال جاية من وجود C3S و C2S. حكينا أنهم هم اللي بيعطوا الخاصية الصمغية للإسمنت البلو. اثنين، النقطة الثانية، C3S contributes تساهم to high yield strength. فإذا المسؤول عن المقاومة لحد عمر أسبوع زي ما حكينا مين؟ هو C3S. contribute to high yield strength. طيب، إذا بدي أعمل خرسانة مقاومتها المبكرة أو لغاية عمر أسبوع عالية،
بزيد نسبة C3S لأن هي المسؤولة عن المقاومة المبكرة. To make high yield strength concrete, higher C3S proportions needed. بدي أزيد نسبة C3S. C2S أكيد حتكون مسؤولة عن long term strength اللي هي C2S contribute to later age strength، مسؤولة عن مقاومة على بعد الأسبوع اللي سميناها long term strength، وهي مسؤولة عنها C2S. فإذا بدي خرسانة مقاومتها ما بعد الأسبوع تكون عالية أزيد نسبة C2S. طبعا في ملاحظة مهمة لازم نظلنا مثبتينها ببالنا، إنه نسبة C3S and C2S مجموعهم شبه ثابت، يعني هاي النسبة من 80 ل 85% كونستانت تقريبا يعني لحد ما. فمعنى هذا الحكي أي زيادة بال C3S حيقابلها نقصان بال C2S عشان أحافظ على هاي كونستانت ثابتة، وبالمقابل أي نقصان بال C3S حيقابله زيادة بال C2S عشان أحافظ إنه المجموع يضلني 80 ل 85%. طيب والسبب انه انا بدي الاشي اللي اسمه الultimate strength يضل ثابت، مقاومة القصوى اللي بعد سنة تقريبا. after one year الultimate strength جاية من الyearly strength ومن اللونج تيرم، من الثنتين مع بعض، من هذول المادتين مع بعض. فأنا بدي الـ Ultimate Strength المقاومة القصوى ما تختل، عشان هيك نسبة مجموعهم ثابتة. هاي جاية من C3S و C2S. طيب فإذا أي زيادة بالـ C3S حيقابلها نقصان بالـ C2S، والعكس صحيح، أي نقصان بالـ C3S حيقابله زيادة بالـ C2S. بمعنى أنا إما بحصل على خرسانة مقاومتها المبكرة عالية أو مقاومتها على المدى الطويل عالية، لكن المقاومة القصوى والنهائية ما حتختل عندي نتيجة تثبيت نسبة الـ C3S و C2S. نيجي على الكومباوند الثالث، عندنا C3A نسبته من 10 ل 12%. أول نقطة little or no contribution to cement-based strength, cement-based strength except at early ages، يعني هو مساهمته تكاد تكون معدومة لموضوع المقاومة، وإذا ساهم بيكون على حد أسبوع، بعد هيك ما بستفيد منه. فإذا هذا الإشي يعني له إيجابي وله سلبي، نقدر نحكي إنها مادة خاملة، أنا ما استفدت منها بالنسبة خاملة بالنسبة للمقاومة، قدام شيء ما حنشوف إنها خاملة، بالعكس هي مادة تفاعلها الكيميائي نشيط ونشيط جدا. طيب النقطة الثانية reacts with sulfate تتفاعل من الكبريتات. طب نسأل حالنا منين إجت الكبريتات أصلا؟ الكبريتات بالإسمنت من الإسمنت نفسه، من البيئة المحيطة بالإسمنت، لأن الكبريتات لها مصدر من الإسمنت نفسه. إحنا لما حكينا عن مكونات الإسمنت حكينا في عنا C3S، عنا C2S، C3A وC4AF، وفي شغلة ثالثة شو هي؟ جبسن، كبريتات الكالسيوم المائية اللي لو رجعتوا بالجدول بالسلايد رقم عندكم بالنوتس سلايد رقم 23، احنا الجبسم CaSO4 مع جزيء N مي. فأنا الكبريتات مصدرها الجبسم، فإذا في عندي كبريتات مصدرها من الإسمنت نفسه، وبرضه في عندي كبريتات مصدرها البيئة المحيطة بالإسمنت. كيف يعني البيئة المحيطة بالإسمنت؟ أنا الخرسانة هاي بدي أصبها، ممكن أستخدمها قواعد يعني أساسات، ممكن أستخدمها أعمدة، ممكن أعمل فيها جدران استنادية، ممكن أعمل فيها خزان، أعمل فيها بير. هاي العناصر الإنشائية اللي أنا أنشأتها حيصير إلها كونتاكت، حيصير إلها تماس مباشر إما مع السويل أو مع الجراوند ووتر، إما مع المياه الجوفية، إذا السلفيت مصدرها السمنت نفسه أو الجبسم، السويل التربة، أو الجراوند ووتر المياه الجوفية. هاي الكبريتات سواء كانت من الاسمنت نفسه أو من التربة أو من المياه الجوفية حتتفاعل مع C3A، حتكون لي إشي اسمه كالسيوم سلفو ألومينيت أو بنسميه الإترنجة. طبعا هذول الاثنين يعني مفروض نحفظهم سواء الاسم أو المصطلح، كالسيوم سلفو ألومينيت أو الإترنجة بنسميها. نتيجة التفاعل C3A الموجود بالإسمنت مع الكبريتات بوجود المي اللي أنا ضفتها لتفاعل التميو حينتج عندي إشي اسمه إترنجيت. طب وين المشكلة ينتج عندي إترنجيت؟ هذا الإترنجيت بيمتص الرطوبة، بيمتص الماء. لما بيمتص الماء بصير له تمدد، بيتمدد حجمه لأنه زي مبدأ زي جل.
بس مش الجل إيجابي زي جل الإسمنت الصمغي، لا هذا جل سلبي. بتمدد، عملية التمدد بده ياخذ حيز أكثر من الحيز المتاح له، حيعمل عندي تفكك بجسم الخرسانة وحيعمل فيها كراكينج، فهذا الإشي سلبي ما بدي يصير. إذا تفاعل C3A مع الكبريتات سواء كانت من المحتوى الإسمنت نفسه اللي إحنا ضفنا الجبسم عشان نعمل كنترول للسيتنج تايم تحكم في زمن الشك، أو سواء كان من البيئة المحيطة عندي، هذا C3A حيتفاعل مع الكبريتات حيعطيني الإترينجيت. الإترينجيت مجرد ما يتعرض للرطوبة بتمدد، تمدد بده يضغط على جسم الخرسانة، بده يعمل لي تشققات. هذه التشققات طبعا أنا ما بدي إياها تصير، بدي الخرسانة تشتغل كوحدة واحدة، أنا كأنها زي روك لايك ماس، بدي إياها تشتغل زي كأنها صخر، كأنها وحدة واحدة. حيعمل عندي تشققات، التشققات حتدخل رطوبة أكثر، حيصير تفاعل أكثر، بالتالي حيصير عندي تآكل لجسم الخرسانة، فهذا سلبية لوجود C3A بالإسمنت. طيب النقطة الثانية facilitate يعني تسهل the combination اتحاد اللايم والسيليكا during manufacture of cement، بتسهل حدوث تفاعل اتحاد الأكسيد الكالسيوم مع السيليكا. طب أكسيد الكالسيوم مع السيليكا شو بنتج عنه؟ بنتج عنه C3A C3S والC2S، فإذا هي هاي نقطة إيجابية إنها بتسهل اتحاد الكالسيوم مع أكسيد الكالسيوم مع أكسيد السيليكون. النقطة الرابعة C3A react immediately with water، حكينا هي مادة نشيطة كيميائيا بسرعة بتتفاعل مع الماء. طيب تفاعلت مع الماء، وين المشكلة؟ قلنا بوجود الكبريتات عملت لي انترينجيت. في كمان مشكلة ثانية انه انا C3A اذا تفاعل مع الماء مباشرة حيعمل تصلب للإسمنت، فلو ما كان عندي جبسم حيعمل عندي ايش؟ تصلب سريع، فلاش ست. معنى هذا الكلام معناته انا بضيف الجبسم عشان يعاكس تأثير C3A. أعيد، تخيل أنا جبت كلينكر وما ضفت له جبسم، إحنا حكينا آخر إشي بإضافة الجبسم حصلت الكلينكر، طحنته ضفت جبسم، يعني الجبس هو ليس أحد المكونات الأولية بالإسمنت، أنا بضيفه عشان أسيطر على تصلب الإسمنت. وحكيت لكم الإسمنت بدون الجبسم حيصير له تصلب سريع. مصدر هذا التصلب السريع جاي عندي من وجود C3A لأنها مادة نشطة كيميائية تتفاعل مع المي بسرعة. هذا C3A حيعمل انه الاسمنت يتجمد محله، يتصلب محله، يعني يصير خلص جاف صلب، ما فيه اي لدونة او مرونة تسهل علي عملية التشكيل وعملية الصب وعملية الخلط. فانا بضيف الجبسم عشان يبطئ تفاعل C3A، بمعنى انا ضفت الجبسم عشان يعاكس تأثير C3A. دون الجبسم حيصير في عندي تصلب سريع وأنا ما بدي يصير هذا الحكي، فبضيف الجبسم. وهذا الإشي نخليه ببالنا، لأنه بما أني أنا ضفت الجبسم عشان يتحكم بي C3A، فطبيعي أنه نسبة الجبسم المضافة تعتمد على نسبة C3A الموجودة بالإسمنت، لأنه أنا فعليا ضفتها عشان تتحكم بال C3A. كل ما كان عندي C3A أكثر حاحتاج جبسم أكثر، لأنها هي اللي حتبطئ تفاعل C3A مع المي. ليش بدنا نبطئ تفاعله؟ عشان ما يصير عندنا فلاش ست، تصلب سريع للإسمنت. نيجي على آخر كومباوند ظل عندنا اللي هو C4AF، نسبته من 3 لـ 9%. doesn't affect the behavior of cement base significantly، ما بيأثر بشكل واضح أو مهم على سلوك عجينة الأسمنت. accelerate the hydration of cement silicate، بيسرع تفاعل تميه سيليكات الكالسيوم. شو سيليكات الكالسيوم؟ نرجع نحكي اللي هي نفسها C3S وC2S، فهو زي كأنه محفز للتفاعل، كتاليست للتفاعل. react with gypsum، يتفاعل مع الجبس وبصنع لنا مادة كالسيوم سلفوفيريت. طبعا حيكون مطلوب منكم هوم وورك تكتبوا لي ما هو تأثير الكالسيوم سلفوفيريت على عجينة الإسمنت، إيش الكالسيوم سلفوفيريت وشو تأثيره، حط لكم الهومورك على المودل. هيك بنكون خلصنا الكومباوندز الموجودين بالاسمنت، الفور مين كومباوندز C3S C2S C3A وC4AF. ضل عندنا من الكومباوندز الموجودة الجبسم، احنا حكينا C3S C3A2S C3A وC4AF وعندنا الجبسم. كمية الجبسم المضافة للكلينكر تعتمد على عدة عوامل، منها أول عامل C3A content، اتفقنا لأنه إحنا حكينا الهدف من الجبسم يتحكم بتفاعل C3A، فطبيعي كل ما كانت نسبة C3A أكثر أستخدم جبسم
أكثر، كل ما كانت C3A أقل أحتاج جبسم أقل، لأنها بدها تعاكس تأثيرها أو بدها تبطئ سرعة التفاعل. فإذا C3A content، إذا كانت نسبة C3A، نسبة C3A أقل أو تساوي 5%، بستخدم جبسم كم؟ 2.5%. 2.5%. إذا كانت C3A أكثر من 5%، بستخدم جبسم 3%. هاي الأرقام حفظ. فإذا كل ما زادت كمية ال C3A هحتاج جبسم أكثر. 2. Alkali content، محتوى القلويات. المقصود بمحتوى القلويات عندنا أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم اللي كانوا موجودين عندكم بسلايد رقم 19، اللي هم K2O وNA2O، بوتاسيوم وصوديوم، محتوى القلوي. 3. Increasing cement fineness، كل ما كان الإسمنت أنعم، كل ما كانت مساحة السطح المتعرضة للتفاعل أكبر، فبالتالي كان سرعة التفاعل أكثر، فبالتالي حيتفاعل C3A أسرع. نحن الإسمنت هو C3S وC2S وC4AF وC3A، كل ما كان الإسمنت أنعم، كل ما كانت هاي المركبات مطحونة بشكل أنعم، موجودة بشكل أنعم، فبالتالي حتصير معدل تفاعلها أسرع. وكل ما كان الإسمنت مطحون أنعم، هحتاج جبسم أكثر عشان أبطئ من معدل تفاعل C3A. Increase fineness، زيادة النعومة، lead to higher rate of creativity، حيزيد معدل التفاعل الكيميائي ل C3A. وآخر إشي desirable rate of reaction at early ages، حسب معدل سرعة التفاعل الأولي على عمر الأسبوع. هل بدي الإسمنت يتصلب بسرعة على عمر الأسبوع ولا لا؟ فإذا بدي إياه يتصلب أسرع، هستخدم C3A أكثر، حضيف لها جبسم وهكذا، يعني بناء على شو الغرض اللي أنا بدي أستخدم في هذا الإسمنت. هل بدي إياه يتصلب على عمر أسبوع بسرعة، ولا بدي إياه يكون في معه فترة زمنية بحيث يكون التفاعل أبطأ. Other minor compounds، في عندي مركبات ثانوية موجودة في الإسمنت، أكسيد المغنيسيوم، أكسيد التيتانيوم، منغنيز والقلويات. طبعاً react with aggregate causing disintegration، يعني disintegration تفكك of concrete، تفكك الخرسانة، يعني هذا الشيء سلبي ما بدنا إياه. وaffect the rate of strength gain، تؤثر بمعدل تطور المقاومة بالنسبة للزمن. خلينا نحكي هون ملاحظة كثير مهمة. إحنا بالكونكريت حكينا في عنا سمنت، في عنا ووتر، في عنا أجريت. الإسمنت فيه قلويات، الكاليز، القلويات. هاي ما رح تكون نسبتها صفر، ممكن أسيطر عليها تكون أقل من نسبة معينة. وبسلايد رقم 20 حكينا أكسيد الصوديوم و 0.658 من أكسيد البوتاسيوم لازم يكون مجموعة نسبتهم أقل أو يساوي 6%. حكيت لكم هذا الرقم احفظوه، يعني أنا بعمل عليها كنترول، ما بقدر أخليها صفر، بس ما بدي إياها تتجاوز نسبة 6%. طيب القلويات هاي جاية من الإسمنت، إذا الإسمنت فيه ألكاليز. بالمقابل الأجريجيت هذا الركام، أنا ممكن أجيب صخور كون فيها إشي اسمه رياكتيف سيليكا. رياكتيف يعني نشطة كيميائيا. وممكن أجيب أجريجيت تكون فيها كربونات، كربونات. احنا خلطنا الخليط هذا مع بعضه، جبنا هالسمنت مع الووتر مع الاجريت، سواء الاجريت هاي كان فيها لسوء الحظ رياكتيف سيليكا او لسوء الحظ كان فيها كربونات. القلويات الموجوده في الاسمنت راح تتفاعل مع السيليكا النشطه الموجوده في الاجريت بواسطه بوجود الماء. هذا التفاعل حيعطيني ناتج ثانوي سلبي. الناتج هو عباره عن ماده، هاي الماده زي مبدا الجل تتمدد بوجود الرطوبة، حتضغط على جسم الخرسانة، حتعمل فيها كراكس، تشققات، disintegration، تفكك، حتدخل المية أكثر، دخلت المية أكثر، حتوسع حجم هاي الكراكس لو كان في عندنا حديد تسليح،
على الأغلب في عنا حديد تسليح، لأنه خرسانة بنستخدمها خرسانة مسلحة، حيصدي حديد التسليح، حديد التصليح حيتآكل، نفس صدأ الحديد بيآكل جسم الخرسانة، ما بحس غير هذا العنصر الإنشائي منهار، متفكك ومنهار. برضه ممكن هاي القلويات الموجودة بالإسمنت تتفاعل مع الكربونات الموجودة بالأجريت بوجود الماء. هذول التفاعلين بنسميهم ألكالي أجريت رياكشن، بنرمز له بالرمز AAR. بينقسم لقسمين، إذا تفاعلت القلويات مع السيليكا بنسميه ألكالي سيليكا رياكشن، وإذا تفاعل القلويات مع الكربونات بنسميه ألكالي كربونات رياكشن. صف الـ AAR ينقسم إلى ASR وينقسم إلى ACR. هذول النوعين ما بدي اياهم يصيروا لأنهم زي ما حكينا حيخربوني الخرسانة. فإذا عندي بالإسمنت قلويات اللي هم أكسيد البوتاسيوم وأكسيد الصوديوم، المجموع نسبتهم تقريبا لازم لا يتجاوز 6 بالـ10%. هاي القلويات حتتفاعل مع الرياكتيف سيليكا إن وجدت بالأجريجيت أو الكربونات الموجودة بالأجريجيت، سواء كان عندي رياكتيف سيليكا أو سواء عندي كربونات، الثنتين حيعطوني جل. هذا الجل بيمتص الرطوبة، بيعمل تمدد أثناء امتصاص الرطوبة، حيكسر لي فتفت لي داخليا جسم الخرسانة، هيعمل عندنا تشققات داخل جسم الخرسانة، تشققات حيصير لها انلارجمنت حتى تكبر، حيدخل مي أكثر، حديد التسليح حيصدأ، وحديد التسليح لما يصدأ نفسه أكسيد الحديد بيأكل الخرسانة. فإذا سواء الـ ASR أو الـ ACR ما بدنا إياهم يصيروا. فهاي تأثير الـ other compounds الموجودة عندي بالإسمنت، تفاعلهم سواء الـ ASR أو الـ ACR. خلينا نشوف هون كمية الجبسون المضافة وتأثيرها على تفاعل تميه الإسمنت. مفرجيني هون هاي الدوائق عندك كأنها عينات تحت المجهر. dry cement powder، إسمنت جاف. مفرجيني C3S، C2S والC3S. C4AF لأنه نسبته قليلة جدا فمهمل وجوده، أو يعني إنه زي كأنه مظهر بالعينة اللي تحت المجهر. on addition of water، ضفنا مي. وفي عنا 3 cases، 3 حالات. احنا حكينا كبريتات الكالسيوم المائية هي عبارة عن الجبس. بوجود الماء حتفكك الايونات، حتعطيني ايون SO4-2. طبعا هي موجودة عندكم صيغتها باي سلايد، موجودة عندكم الصيغة الكيميائية بسلايد 23 بالتيبل، بنا يعني احفظوها. طبعا حتفكك الايونات، هاي الايون حيعطيني بلس 2، هاي حتعطيني SO4-2. طيب بوجود الماء ممكن الحالة الأولى إني أنا أستخدم جبسم أقل مما أنا بحاجة إليه، أستخدم الكمية المتوازنة الكمية الصحيحة، وأستخدم كمية زيادة عن اللزوم. فإذا استخدمت كمية جبسم أقل مما أنا بحتاج، فبالتالي زي كأني أنا ما ضفت، حيصير عندي فلاش ست، صار عندي صلب سريع. شوفوا حوالين السي 3 اي رسم لي هيك زي هاي زي إشارة إنه في عندي هيك هيها هيك زي النجمة، إنه عشان يعطيني إنه هذا صار عندنا فلاش ست. فالتصلب السريع صار نتيجة تفاعل نشاط تفاعل C3A، حيعمل عندنا تصلب سريع. ضفت كمية أكبر من اللزوم، كمية زيادة عن اللزوم، حيصير عندنا إشي اسمه فولس ست. الفولس ست يعني الأسمنت يعطيني انطباع إنه متصلب، لكن لو جيت عملت له إعادة خلط، خلطته كامل راح ينخلط معي. ليش؟ لأنه أنت أنا ضفته عشان يبطئ التفاعل، فهو بطئه بزيادة. فلاحظوا عندنا صار عندنا إشي اسمه فولس ست. إذا ضفت الكمية متوازنة حيصير عندنا بالانس ريتارديشن، حيصير عندنا ريتارديشن معناها تبطيء، تبطيء متوازن زي ما أنا بدي، اللي هي بحدود الساعتين. إذا ضفت كمية correct SO4-2 كمية الجبسم الكافية، فأنا ما بدي يصير عندي لا flash set لا تصلب سريع ولا false set اللي هو بيعطيني انطباع إن الخرسانة متصلبة، لكن لما أجي أخلطها بتنخلط معي، أجي أشكلها بتتشكل معي وما حيصير عليها تصلب. فهذا الإشي لا بدي يصير عندي flash set ولا عندي false set.